الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، قال: وعن أبي رفاعة، قال: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وبه استدل المصنف على هذا الباب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم نزل من على منبره وأتى إلى هذا الرجل وجلس معه يعلمه، وهذا من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الكلام في أثناء الخطبة إذا كان الكلام مع الخطيب، ويكون هذا للحاجة وللمصلحة، كأن ينبه على خطأ أو يفتح عليه في آية أو نحو ذلك، أو أن يسأل شيئا كما فعل هذا الصحابي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز أن يقطع الخطيب خطبته لمصلحة راجحة أو لعذر طارئ، ثم يتم الخطبة ولا يعيدها من أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة ونزل إلى هذا الرجل وعلمه، ثم عاد وأتم آخرها ولم يبدأ الخطبة من جديد، فدل هذا على جواز مثل هذا الفعل عند الحاجة إليه. وهنا قال: وجعل يعلمني مما علمه الله، فالعلم من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم من الله، ولذلك لا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. أن تطلب الله عز وجل أن يفتح عليك وأن يرزقك السداد في القول وفي العمل، وأن يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح. لذلك قال: جعل يعلمني مما علمه الله. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وهذا الحديث أيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم ازدرائه لنعمة الله وتكبره عليها، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لأن الأصل في الأكل أن يؤكل بثلاثة أصابع، هذا هو الأصل، أن يؤكل بثلاثة أصابع. وذكر العلماء حكما في ذلك، منها أن الأكل بثلاثة أصابع دليل على عدم الشره وعلى عدم الإقبال على الدنيا، ولكن ذكر بعض العلم أن الذي يؤكل بثلاثة أصابع هو ما يؤكل بالثلاث، أما ما يؤكل بالخمس فيؤكل بالخمس، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن الأصل في الأكل الأكل بثلاثة أصابع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، وهذا من الهدي الذي يعني يغفل عنه كثير من الناس ويتغافلون عنه، وهو أن الطعام إذا سقط على الأرض فإنهم يرمونه ولا يأكلونه. والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خير لنا لو كنا نعلم، أننا نميط عنها الأذى ثم نأكلها، هذه هي السنة. وهذه أيضا فيها شكر لنعمة الله وعدم ازدراء نعمة الله، بل هي قد تكون من أسباب بقاء النعم وعدم زوالها.
أزل الأذى ثم أكل هذا الطعام، ثم كل هذا الطعام كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام المحمود عليه صلوات ربي وسلامه عليه يميط الأذى عن الطعام ثم يأكله. وقال وليأكلها ولا يدعها للشيطان، لأن هذا الطعام الذي سقط إما أن تأكله بعد إماطة الأذى عنه وإما أن يكون للشيطان، فكيف تدع لعدوك أكلا يأكله؟ فكله أنت وفز بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما المراد باللقمة هنا؟ هل هو اللقمة لقمة الطعام أو حتى ما تناثر على السفرة من بقايا الطعام القليلة؟ بعض العلم يقول اللقمة هي مقدار اللقمة الكاملة، وبعضهم ذكر وهو الصواب إن شاء الله أن المراد باللقمة هو ما بقي ما سقط من الطعام قليلا كان أو كثيرا، وإنما التعبير باللقمة في الحديث هو تعبير على الغالب، تعبير على الغالب، لأن الغالب أن تؤكل اللقمة. ولكن ما كان دون اللقمة هل يؤكل ويماط عنه الأذى إذا سقط؟ نعم، لأن الأدلة الشرعية تأتي بالتعبير بالأغلب، بأغلب الألفاظ التي تكون عند الناس أو بأغلب الأفعال، ولا يعني ذلك أن ما دونها أو ما كان أعلى منها لا يفعل. فلو أخذ بظاهر اللفظ اللقمة، هل ما أكبر من اللقمة هل يماط عليه؟ نعم يماط عليه الأذى. فإذا التعبير باللقمة وتعبير بالغالب، فما كان دونها أو أكثر منها فله نفس الحكم في إماطة الأذى ثم أكله. ثم قال وأمر أن تسلت القصعة، والمراد بسلت القصعة هو تتبع ما فيها من الطعام ثم يؤكل هذا الطعام الذي بقي بالقصعة، وهي مثل الصحن في زماننا ونحوه. والمراد بهذا العمل أولا شكر الله عز وجل على هذه النعمة ولا تترك هذه النعمة، والأمر الثاني ما علله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدري أحدكم في أي طعامه البركة، قد يكون الطعام فيما بقي من الأكل، وكذلك قد يكون البركة فيما تلعق من أصابعك في آخر طعامك. فكل هذا يعني يدل على التواضع أولا وعلى شكر النعمة، وأيضا قد تحصل البركة فيما بقي من الطعام. جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها هو أو يجعل أحدا يلعق أصابعه. قال أهل العلم هذا محمول على من لا يستكره اللعق منه كالزوجة ونحو ذلك، فإذا لم يلعقه يجعل أحدا يلعق هذا الطعام المتبقي كما قال صلى الله عليه وسلم، وكل هذا تحصيل للبركة والبحث عنها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، قال أصحابه يعني أصحاب الرسول وأنت يا رسول الله رعيت الغنم؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، رواه البخاري. قد مر علينا الكلام على هذا الحديث، وأن الله عز وجل جعل الأنبياء يرعون الغنم من أجل تعويدهم على أخلاق الناس، ومن أجل أن تكون يعني قلوبهم على سكينة وتكون قلوبهم مهيئة لاستقبال الناس وما يصدر منهم حال الدعوة. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، رواه البخاري. ولا شك أن هذا من أعظم التواضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو دعيت إلى كراع، الكراع الكراعين، أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت. يعني بعض الناس الآن لا يستجيب إلا لوليمة كبيرة ولا يقبل إلا الهدية الثمينة، ولا شك أن هذا نوع من الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من مشى على الأرض صلوات ربي وسلامه عليه قال لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع لأجبت، وهو الصادق صلوات ربي وسلامه عليه، ولو أهديت إليه هذه الذراع أو الكراع لقبلها. فعلينا أن نتحلى بهذه الأخلاق العظيمة وهذا التواضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني للأسف واقع عند كثير من الناس، فلا يستجيب للدعوات اليسيرة، وأيضا لا يقبل الهدايا اليسيرة، وإن قبلها ظاهرا لا يقبلها باطنا، فتجد في نفسه شيء، يجد في نفسه شيئا على من أهدى هذه الهدية اليسيرة. الهدية ليس في ثمنها، والعزيمة ليس في يعني في في
يعني كبرها أو صغرها، وإنما المراد هو التقدير، وإنما المراد هي المودة والترابط بين المجتمع ولو كان على شيء يسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا تواضعه، وأيضا يفيدنا أن نقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الهدي العظيم الذي كان عليه صلوات ربي وسلامه عليه. آخر حديث في هذا الباب قال عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، يعني عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين، شق عليهم كيف تسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وهذا لا شك من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وهنا قيد ذكره صلوات ربي وسلامه عليه، قال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا، أما أمور الآخرة لا يضعه الله سبحانه وتعالى، وإنما هي في موازين الحسنات، وإنما هي ترتفع في الدرجات. بين أمور الدنيا فإنها مجال لأن يضعها الله سبحانه وتعالى، وذلك دليل على حقارة هذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال ما وجد في قلوب المسلمين من مشقة عندما سبقت ناقته، فقال لهم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، أي وضعه الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا ليست بشيء. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز التسابق على الإبل، جواز التسابق على الإبل، بل ويجوز أخذ العوض على ذلك. ولعلنا نذكر قاعدة في هذا الباب، وهي باب المسابقات، نختم بها هذا الدرس، وإن كانت هذه من الفوائد يعني التي تأتي تباعا للحديث، وإلا فإن الحديث جاء من أجل بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القاعدة في مثل هذه المسابقات أن المسابقات منها ما هو جائز، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو جائز ولا يجوز أخذ العوض عليه، هي ثلاثة أنواع. النوع الأول النوع الجائز والمباح، كالسباق على الأقدام وكالمصارعة، وليس المصارعة المراد بها ما يفعله اليوم الفجار، لا، المراد بالمصارعة هو أن يسقط الأول الآخر والآخر الأول وهكذا، وهذه يعني لتقوية الجسم لا بأس بها، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. هذه من الألعاب المباحة، من الألعاب المباحة. النوع الثاني الألعاب المحرمة والمسابقات المحرمة، كالنرد والشطرنج ونحو هذه المسابقات والألعاب، فهذه محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير أو في دمه. النوع الثالث هو ألعاب ومسابقات جائزة ويجوز أخذ العوض عليها، بل قد نقول هي مستحبة، وهي الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا سبق إلا في ثلاث: خف وحافر ونصل. لا سبق إلا في ثلاث: في خف وحافر ونصل، وهي الإبل والخيل والرماية. هذه الثلاثة يجوز أخذ العوض عليها، يعني أخذ الجائزة. أما ما سواها من الألعاب والمسابقات حتى وإن كانت مباحة فلا يجوز أخذ العوض عليها، بل حتى حفظ الأحاديث والقرآن والمسابقات الشرعية، حتى يعلم أن المسألة ليست مسألة هينة كما يتساهل فيها اليوم كثير من الناس، اختلف فيها أهل العلم، بل أكثرها العلم على عدم جواز أخذ العوض عليها، وإن كان الصواب يجوز أخذ العوض على المسابقات الشرعية، لأن الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الخف والحافر والنصل، هي من أجل تقوية المسلمين على الجهاد، وأصل الجهاد العلم، فإذا جاز في الفرع فمن باب أولى جاز في الأصل، وهذا من باب القياس. وأيضا جاء في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما تراهن مع الكفار على أن الروم سيغلبون فارس، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه تراهن عليهم أن الروم ستغلب فارس، لأن فارس غلبت الروم، والمشركون مع فارس لأنهم مجوس أقرب إليهم، والمسلمون مع
النصارى ليس معاهم في دينهم، ولكن لأنهم أقرب إلى الإسلام من المجوس. فأبو بكر الصديق تراهن مع كفار قريش على أن الروم ستغلب فارس. أبو بكر الصديق ما جاء بهذا من عنده، ولكن عندما نزل قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء والعزيز الرحيم. فلما نزلت هذه الآيات أبو بكر آمن وصدق بما وعد الله عز وجل، فتحدى هؤلاء المشركين، قال ستغلب الروم فارس، فقالوا ستغلب فارس الروم، وتراهن معهم على قطيع من الغنم. فلما انتصر المسلمون انتصر الروم على فارس، أخذ أبو بكر الصديق الغنم، وكان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يستفاد من هذه القصة جواز المراهنة في ماذا؟ في الأمور الشرعية. أما المراهنات في غير الأمور الشرعية والمسابقات في غير الأمور الشرعية أو في غير الأمور الثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من الميسر والقمار، من الميسر والقمار. فلو تسابق على الجري، تسابقوا كما يحصل اليوم على الكرة وهي أكثر ما يقع فيه اليوم كثير من الناس، هذا من القمار. يعني بعضهم يقول الذي يدفع الجائزة خارج عن المتسابقين، نقول حتى وإن كان الذي يدفع الجائزة من خارج المسابقين فإن هذا يعتبر أيضا من الميسر المحرم الذي حرمه الله عز وجل. العوض الذي يدفع وهو الجائزة لا يشترط أن يكون مالا، أي نوع من أنواع العوض وأنواع الجائزة فيعتبر من العوض والجائزة الذي لا يجوز دفعه إلا في الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الخوف والحافر والنصر، الخيل والإبل والرماية. وهل يقاس عليها، يعني يقاس مثلا على الرماية الآن ما يفعل بالبنادق ونحوها؟ نعم، لأن هذه تقوم مقام الرماية، تقوم مقام الرماية، والرماية ما أجز في أخذ العوض إلا من أجل التقوية على الجهاد، والآن الجهاد لا يكون إلا بهذه الأسلحة فتقوم مقامها. أيضا من المسائل واختم بها أن العوض الذي يجوز دفعه في هذه الثلاثة المسابقات ومعها الأصل وهي المسابقات الشرعية يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يدفعها إما خارج المتسابقين أو أحد المتسابقين أو كل المتسابقين، أو كل المتسابقين. لو أن كل المتسابقين دفعوا مالا ثم يفوز واحد لكن في الأمور المذكورة شرعا فإنه يجوز، أما لو كانت في غير هذه الأمور الشرعية فإنها تعتبر من القمار والميسر. والذي ينتشر اليوم وليس عليه دليل شرعي يقولون الرهان من طرف واحد يجوز، الرهان لا من طرف واحد ولا من طرفين ولا من طرف خارج، كله لا يجوز إلا فيما وردت فيه الشريعة كما جاء في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع كفار قريش. فهذه بعض الفوائد على هذا الحديث، والله أعلم، محكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.